طالح هذا الدين. الرئيس مش العام متورط بملف انفجار المرفأ برأيك؟ لا متورط ما فيه ولاك. أنا أعتقد أن إسرائيل هي المتورطة، ولا تزال أمامي تغريدة نتنياهو، لا يزال على مسمعي تصريح ترامب، لا يزال على قراءتي ليدعوت أحرنوت والهارتس والكذا، كيف أنهم يقولون أن رسالة وجهت إلى حزب الله من قبل إسرائيل. لكن هون هذا كلام بدين حزب الله، يعني إذا إسرائيل هذا كلام بدين حزب الله، إذا إسرائيل قصفت البور يعني في مواد كانت تابعة لحزب الله بالبور. كيف قصفت البور لحتى تخلق مشكلة داخلية، تخلق الشك حول من قصف البور، وأن ينوجد بعض الأناس ليقولوا حزب الله. وأنا بتحدى هلأ في هاي التحقيق، مش هاي؟ نعم. في هذا قاضي تحقيق مكبلين له، مكبلين له إيدي. لا ما حدا مكبل له إيدي، كبل إيدي لحاله. شو أنا رب؟ أنا القضايا الجزائية مرجع بهالقصف. في ملف بين إيدي، في مراجعات تمت بمسألة كف يده بسبب ممارساته، بدي اعتبر كل هالمراجعات هي عدوان علي أنا علي. هلأ بخليهم يسحبوا المراجعات تبعه يطلع القرار الظني، خلي يطلع القرار الظني. شو اللي بيمنعه انه يطلع؟ ما بعرف، ما عملوا له مشكلة هو القاضي غسان عويده؟ لا 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 مش عملوا، حدا عمل له مشكلة، عمل مشكلة لحاله. مين عمل له كيف مشكلة؟ كيف يعني عمل مشكلة؟ مع هيدي مش واضحة كتير يا حبيبي. شو يعني البيطار عمل مشكلة لحاله؟ شو يعني قاضي ياخد قرار يدعي عم الدعي عم تمييز؟ شو معناتها هاي؟ نحن أولاد القضاء من 100 سنة وكابر عن كابر، بعد لحد هلا أنا ما فهمت شو معنيات الادعاء على غسان عويتات بهذا الأسلوب بهذه الطريقة. في أصول المراجعة ضد القضاء، أصول يعني كلمك عم ببرق كل اللي استدعيهم بيطار على التحقيق. لا خلي ضل مدعي عليه مش عم تعمل. لا يا يا أستاذ، في بيناتهم، في بيناتهم ناس أصدقاء لإلك. وإذا كانوا أصدقاء شو فاتح مكتب سطاعات أنا عم بحكي سياسي؟ يعني بتدعيهم كلهم ينزلوا على التحقيق؟ ليش لا؟ لا على كل حال في مجلس عدلي يصدر قراره الظني ويضل مدعي عليهم ويحول ملفه على القضاء. بقراره الظني لازم يعرف أولا من إجت البضاعة، وتانيا مين جابها، وتالي كيف نزلت على البور، ومين حطها على البور، وليش تعوقت السفينة بالبور، ليش ما طلع القرار الظني. اثنين، من قبيل الصدفة برأيك، وهذا شيء قاله البطرك الراعي على درج البطركية، بس طلعوا لعنده بعض ضحايا، أهالي ضحايا المرفأ لهن الضحايا الحقيقيين في هذه المسألة كلها، لأنه كانوا موضوع استثمار سياسي. بدي أسألك سؤال، مين عم يستثمر؟ من قبيل الصدفة 5 أقمار اصطناعية لخمس دول كبرى ما عنديش وما شافت كيف ضرب البور. 3، نحن مواطنين وفي ناس أهلنا بالحد البور عندهم موتورات كهرباء شافوا الطيران بعينهم، في ناس صرحوا على التلفزيونات. تغريدة نتنياهو انسحبت، ترامب رجع أعاد النظر بتصريحه، بس لقوا الانفجار عطى نتائج جريمة ضد الإنسانية، اجوا لموها.